توشكات نشكركم ونعاودو نشكركم تشكرنا ديال شوف تي في. الحمد لله ديما تيجيو تيساندونا وديما فين ما كنا اللي تيجيو تيشاركوا معنا هاد التوضيحات وهذا الشيء. بالنسبه لليوم راه درنا واحد اللقاء تواصل هنا مع الاخوان ديال التجار هنا فين اللي تيبيعوا ويشريوا في هاد الشيء ديال الجديد، ودرسنا شي مشاكل مع الناس ديال الناس اللي تيدخلوا كاع هاد المنتوج من على برا، منهم السيد الفلاني السي عبد اللطيف تيدخل الدوكير، وكاين السي كاين خو الحاج طريق حتى هو اللي تيدخلوا اخوان كلهم تيدخلوا هاد الشيء ديال السلعه وتناقشوا معاهم هاد المواضيع ديال هاد الشيء ديال التعديل، والناس حتى هما مستعده قال لك حنا اي حاجه الا بغيتونا نديروها معكم، الا هما تيقول لك هاد الشيء هاد المناقشه ديال هاد الشيء ديال السلعه نديروا هاد الشيء خصو يتناقش الوزاره، حنا راسلنا الوزاره والناس اللي اخوان كلهم وصيفطنا لهم وتنتسناو انت هاد الناس اللي باش يعيطوا عندنا باش يعدلوا معنا هاد الماده 44 ديال القانون اللي في القانون هاد القانون اللي كاين جديد دروكا. والحمد لله الاخوان دروكا راه هما كلهم دخلوا، راه الناس كلهم حاضرين وراه غادي يكون خير ان شاء الله من الرحيم. والتسير في ليتا هو راه قال لك اي حاجه تطلبوا مني انا الا موجود باش نبيها لكم وموجود نقاد لكم المسائل ديالكم، الحاجه اللي بغيتو انا راه موجود معكم فيها انايا. وهادشي ديال التعديل اللي كنا فيه تنهضرنا عليه راه حنا تنقولوا التعديل، وحنا راه ما تنعدلوش، حنا ما تنعدلوش، هادشي تيدخل من الفوق من الصين معدل، ما تيدخلش من الشركه ديال هاد الناس هادو، تيجي معدل من عندهم هما، هادشي تيجي معدل من عند الناس من الفوق. هاد الناس ديال الشركات راه ما تيعدلوش، وهاد الناس اللي عندهم سميتو راه ما كاين لا تعديل ولا والو. المهم بالنسبه لهاد الدرجه راه وصلنا لواحد الحاله ما شاء الله، الناس هنا راه ولا الانسان حط الموتور وخايف منه، الموتور ديالو راه حاطه وخايف منه هنا فين بحال لا هو المستعمل هو المتضرر، تيشري لك موتور تيركب عليك تيركب على الموتور تيضرب به واحد جوج كيلومتر ثلاثة كيلومتر وعاود يردو لك عليه نهار ولا يومين وردو لك، هم الحق يردو لك وتشدو ولو عمر لك الوريقه تقعد تدفع له كل شيء ردو لك تشدو من عنده. هو فينا هو التجاره وفينا هو هذه العشره اللي نبيع موتور يرجع لي، هذه راه ما حالاش، هذه هي الانسان خصو يدي موتور مهدد ولا التاجر مهدد ولا التاجر تيجي الموتور لهنا فين يرجع لعنده ولا مهدد تي ولا تيبيع لك الموتور مشي كيركب عليه يومين ثلاث ايام ويردو له ويقبضو من عنده، لا خصني تبدل احنا ما يمكنش، ما يمكنليش انا باش نعدل وما يمكنليش انا باش نبدل. والحمد لله اخوانا هما راه كلهم حاضرين اليوم وراه ان شاء الله الرحمن الرحيم راه غادي تكون شي مبادره زينه وراه غادي يكون شي امور اللي غادي نخرجوا بشي حل اللي يكون زوين. درنا مراسلات مع الوزاره وصيفطنا لهم ودرنا واحد طلب لقاء مع هذاك المدير ديال الغرفه والصناعه والتجاره هنا فين حتى هو راه استقبلنا وقعد معنا، درنا مع السيد الباشا حتى هو، درنا مع اللجنه كلها هي حضرات، وان شاء الله مراهم دوك عندنا واحد اللقاء مع المدير ديال النرسه راه تيقول غادي يجي هو السيب والعجوج، غادي يجي هو السيب والعجوج اللي عندنا فين، وغادي ندير واحد اللقاء نلصقوا معاهم ونخرجوا باش ندير واحد الاجتماع مع الناس ديال الغرفه باش هذا الشيء يطرح في الوزاره باش هذا المشكل يتحل. هذا راه مشكل راه طارئ، والمستهلك هو اللي مضر، هو التاجر المستعمل تلقى مع المشكل، التاجر تيبيع الموتور يبيعوا لك وخسرت ليه ديالو، يردوا لك خسرت ليه ديالو. الحل فينا هو الحل، هاد الناس حنا باقي تنقلبوا معاهم على الحلول باش يحلوا معنا هاد المشكل هذا. هاد الخطوه زوينه بالنسبه لمدينه مراكش ان شاء الله من الرحيم، راه حتى راه حاضر الاخوان كلهم، كلهم الاخوان حاضروا بالنسبه لي رئيس ديال جمعيه السلام ورئيس الفيزياء الوطنيه ديال مراكش الجهه، وراه انا المتمثل هاد الناس ديال مراكش هنا فين، الحمد لله الامور راه غاديه مزيانه، والناس راه حاضرين ديال السي معنا هنا فين، حاضر الناس ديال القلعه، حاضر الناس ديال اوريكا ديال ليتوري الحوز كله هو راه حاضر الحمد لله، كانوا معنا الاخوان ديال الاسفي. والمهم حنا تنضلوا تيدا لحل هاد الشيء هذا وتنطلبوا من الله تبارك وتعالى هاد الشيء باش يتحل هاد المشكل، هاد المشكل يتحل عندنا يحيد عندنا الصداع هذا هو، باش الانسان كله يشد طريقه ونمشيو لهاد الشيء نحيدوا من هاد الورطه اللي فيها. تنطلبوا بهاد الناس ديال التعديل باش يعطيونا شي امور اللي نعدلوا بهاد المسائل اللي تيهضروا مع التعديل، وتنطلبوا باش يعطيونا حتى حنا شي سلندر اللي بينا يعطيونا شي تيديروا معنا هما، قال لكم عندكم 70 يعطيونا 70، ما عندناش شي حاجه اللي كثيره شي حاجه، قال لك 70 يعطيونا 70 يعطيونا حقنا. هذوك راه تصور هما تيقولوا 70 في الشينوا و 70 ديال السوينغ احسن من 70 ديال الشينوا، تصور ذوك السوينغ والسنتر واحد احسن من الشينوا. المهم راه تنطلبوا بالتعديل وتنطلبوا باش يعدلوا لنا هذا القانون اللي هما نزلوا عندنا ديال الماده 44 يحلوا لنا هذا المشكل فيها هذه هي، باش الناس كل شيء باش الناس كل شيء تمشي كل شيء يخدم كل شيء، مول المكازي يحيد عليه هذه المشاكل، الناس اللي المواطن طاوا لك على واحد الموتور غادي طاوا بارحه هاني مع راسو. وشكرا تنشكروا الناس ديال شوف تي في. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معكم عزين ابو تجين امين الفدرالي الوطني لكتاب وتجار مهني الدرجات بالمغرب. جينا اليوم مع اعضاء المكتب الجهوي جهه مراكش اسفي من اجل تدارس المشاكل التي يعاني منها القطاع، وكنا الحمد لله في هذا اللقاء اليوم واتفقنا على كثير من النقاط وشكلنا واحد لجنه التتبع من اجل الرفع من مستوى الهامش الربح، وكذلك من ناحيه من ناحيه التوعيه والتحسيس خصوصا بالسلامه الطرقيه. فكان اجتماع اليوم مع التجار ديال مدينه مراكش والحوز والنواحي يعني جهه مراكش اسفي، واتفقنا على اننا نشتغلوا في السلامه الطرقيه ونحاربوا التعديل اللي هو جريمه عظمى اللي سبات واحد النزيف دموي في
الطريق العمومية في بلادنا الحبيب، حتى أن أصبحت الحرب الآن حرب تحارب حرب طرقات. فلذلك رسائل الفيدرالية أن تضع باش تكونوا هاد الناس زيانه والناس مستعدين أنهم يتكونوا سواء من الوكالة الوطنية للصمة الطرقية سواء من وزارة النقل. فالحمد لله كان لقاء اليوم مثمر واتفقنا على الرفع من الهامش ربح محاربة التعديل، وأن التجار غير مسؤولين عن التعديل باعتبارهم أنهم في نظر بعض المسؤولين أنهم هم ليس بالطرف بل هم اللي كيعدلوا هاد بعض المغالطات اللي وصلها هذوك الناس. الان حاولنا كانوا كيديروها بعض الناس اللي كانوا بجهلا منهم، ولكن حاولنا الان نوروا. وكذلك الاخوان قالوا باننا التعديل ممنوع وان هذا الشيء عمره يكون في المنظومه ديال الدراجه، وان التعديل مخالف للقانون طبقا للماده 157. فهاد الناس هادو الحمد لله مستعدين انهم يتكونوا وتطروا في الصلمة الطرقية، وان شاء الله عز وجل غنزيدوا ان شاء الله بكثير من وضع واحد استراتيجيه عمل من اجل الرفع من المستوى الاجتماعي لفئة التجار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو اللقاء مثمر لأنه بعدا كيوحد هاد التجار بعدا ويوحد الكلمة ديالهم، ومنها كتكون بادرة باش يدفعوا إلى كان في كان نيت تعديل، لكن غادي يكون تعديل القانون، فخاص يكون بعد توحيد ديال القطاع كامل باش يقدر يكون تعديل القانون، يكونوا مفاهمين الناس على التعديل، ويكون بيان سور هذه فيدرالية في مراكش يقدر يتفاهموا مع جميع الجمعيات ديال المغرب ويقدروا يطالبوا بمقترح، وهذا ما غيكون ينفع على المغرب وينفع على القطاع. هو التاجر غادي يتأقلم مع القانون، يعني ما غاديش نقدروا نديروا شي حاجة اللي خارج الإطار القانوني. دابا إلى القانون تعدل، يعني حتى الشركات غتعدل وغادي تحاول تدير داكشي اللي مطابق مع القانون، لأن الشركة تطبق القانون. ولكن دابا المواطنين إلا بغاو حاجة أخرى خاص المهنيين يتفاهموا ويلقاو الحل باش يقدر يتعدل القانون ويوصلوا لهذا. غير هو المغرب راه كيعرف، المغرب عنده مصادق على مواثيق عالمية وعلى بزاف ديال القوانين العالمية، غير هذا خاصو يدوز في إطار قانوني باش يقدر يكون التعديل ديالو. هذا الحملات كتوقع على كل ما هو يكون معدل، ماشي على ما اللي معدل. هو التعديل يعاقب عليه القانون، لان اي ماشي غير الدراجات ولا السيارات ولا الشاحنات لا يمكن ان تعدل بعد ما كيوقع عليها المصادقه. دابا الا كان هاد المهنيين كلهم رفعوا هذا الصوت ديالهم من هذا المنبر الوزاره ويقولوا لها بانهم هذا النوع من الدراجات ما خاصوش يبقى في هذا الاطار، يدوز اطار واحد اخر، فالوزاره غادي تستمع لهم وغتحاول تلقى الحل لهذا المشكل. هذا الهوندا راه سايكونت فيها 70. نعم هذه هوندا معروفه 70 جابون. جابون بحال ياما، بحال التاكس 70. ها فيستو اللي فيها هو اللي خصو يديروا لنا بلاصه السليغ اللي خرج دابا. هذا هو القانون، حنا نعرف الماط كلهم السلندر اللي تيجي مع الموتور تيجي صغير عليه، واحد البيستو اللي قد درهم. يعني هذا ما لاش هاد البيداله تسبقك. يعني الا كانت 70 ديال الهوندا مزيانه، لا باش كانوا خدامين الناس الاولين، عقلتي الهوندا باقي مليحه تدهز تقول غاديه بخير وغاديه يعني خيره، ما دار ما مضروب. وهذا هو اللي كان ناقص. و70 زوينه، من غير 70 ما كاين شيء.